Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to the second part of chapter one. This is a sample of how the auditor opinion it could be. In our opinion, auditor report, sorry. In our opinion, the consolidated financial statement referred to above present fairly. انها معروضه بشكل صحيح عادل in all materials respect في كل الجوانب المهمه. احنا قلنا الان material ما يدخل فيها الاشياء الصغيره اللي ممكن تكون الكوست مور ذان بينيفيت. The financial position of اسم الشركه and its subsidiaries يحدد الفتره الزمنيه لسنه كم and the result of their operation اللي هي الانكم ستيتمنت. عندي الفاينانشال بوزيشن ميزانيه الانكم ستيتمنت او الريزلت اوف اوبريشن الكاش فلو التدفقات النقديه ادين لو ان اكوردنس وذ اكاونتنج برنسبل او اكوردنج تو ذا الاي اف ار اس اتفقوا مع المعايير المحاسبيه الدوليه يحدد الفتره الزمنيه يحدد القوائم الماليه اسم الشركه هذه كلها في ضمن تقارير مراجع الحسابات. أنواع التقارير ممكن تكون اللي عندي أنواع التقارير خلينا بس أشيل هذه اللوحة إذا ممكن. التايبس أوف أوريتر أنواع التقارير الستاندرد أند موديفايد ريبورت اللي هو التقرير المعياري التقرير من دون تحفظ أو أنكواليفايد تقرير من دون اي تحفظات financial statement follow the international financial reporting standard and auditor doesn't add additional commentary for any issue وما عنده اي اضافات وما عنده اي تحفظات كل الماتيريال issues are in conformity with international financial reporting standard كل النقاط هذه المهمه وفقا للمعايير الدوليه فما عندي اي مشكله او ما عندي اي تحفظ عليه. هذا النوع الاول اللي هو التوب. بعد ذلك ممكن يجي الان موديفايد with emphasis of some matter or some issues اللي هو بدون تحفظ مع الاشاره الى بعض الملاحظات lack of consistency for example في حاله انه lack of consistency عدم استمراريه عدم الاستمرار في شيء من المعايير المحاسبيه معروف we know that in case of following one accounting standard we have to continue using it over the periods خلال فترات this we call it consistency standard or principle مبدا الاستمراريه في حاله انه لقى انه في اختلاف استعملوا هذه الطريقة غير الطريقة الثانية بس ما فيها تأثير كبير أو ممكن يعطي الـ unmodified مع تحفظات عليه لكن مع هذه الإشارة وليس تحفظ الـ qualified opinion هنا تقرير متحفظ في تحفظات عنده for example its scope limitation or departure from the standard في عنده في limitation في مجال العمل الإفيدنس اللي كان يحتاج لها ما حصل عليها يتهربون من إجابات أسئلتها في مجال العمل في نواقص كبيرة هذه واحد أو ديبريتشر فروم الستاندرد أو خروج عن المعايير المحاسبية التنفيذ لهم كان فيه خروج عن المعايير ولا زال الخروج مش كبير وبالتالي accepted this issue but we have to put a qualified opinion we have to highlight this departure we have to highlight this limitation فلازم يشير لهذه النقاط اللي بعده عنها يشير الى المحددات في العمل في مجال العمل ولكن يبقى ايضا التقرير اوكي acceptable adverse opinion هنا الديبريتشر فروم في الشابتر مكتوب القابه عدلوها مش قابه احنا نمشي غيرنا ما بنمشي على القابه نمشي على حسب المعايير المطبقه في عمان اللي هي الاي اف ار اس.
فعدلتها. ديبريتشا فروم يعني هنا ديبريتشا البعد عنها كبير، وبالتالي لا يمكن يعطي راي حتى بتحفظات. So significant that ديبريتشا فروم جاب so significant كبير مهم جدا. That the financial statement as a whole are misleading. وبالتالي هذا البعد عن المعايير يخلي القوائم المالية بشكل عام مضللة ما تعكس الواقع. لكن هنا البعد عن المعايير أدى إلى خلل فيشير هذه النقاط أو يتحفظ عليها. أنا موافق على كل شيء بس عندي تحفظ على هذا البعد أو البريتشا فروم الستاندرد very high. So he or she has to issue adverse opinion. تقرير عكسي سلبي أن القوائم المالية لم تعد وفقا للمعايير. هنا وفقا للمعايير بشكل كامل ما عندي مشكلة. هنا وفق المعايير مع ملاحظات. هنا وفق للمعايير لكن في تحفظ على في نقاط غير مقبولة. هنا ما فيش القوائم المالية وعدت وفقا لي أو خارجة عن المعايير المحاسبية. أو الديسكليمر وفقين الحجب عن إبداء رأي ما بيعطي رأي. لما كان عنده أدلة عالية وأموره كويسة أعطى qualified or unqualified. لما بعده عن المعايير بس عنده في أدلة تثبت ذلك أعطى adverse opinion. لكن لما يكون unable to arrive at opinion ما يقدر يوصل لي الopinion. There is no evidence to support this type or this or other. ما عنده شيء أدلة تدعم الرأي فيحجب عن إبداء رأي. ما حصل على التسهيلات، ما قدر يوصل للسجلات تبعها، ما قدر يحصل على الإيفيدنس المطلوبة. So they have to disclaimer that means unable to arrive an opinion due to the very significant scope. السكوب هنا عالي جدا. هنا كان محدود في بعض المستندات ما حصلها، أوكي في فواتير فاتورة مش موجودة، أوكي. لكن أنا ما أقدر أحصل على أي شيء، وبالتالي ما بعرف أعطي رأي إن كانت معدة بشكل نظامي أو غير نظامي أو فيها نواقص بسيطة فيعتذر أو يحجب عن إبداء رأي. الكواليتي كنترول. الكواليتي كنترول فيها آخر شيء المونيتورينج. فعندنا 6 عناصر للجودة عن عمل المنتج. Firstly, the leadership responsibilities for quality. What the firms done at the top. هذه النغمة الإدارة العليا يعني. بتلاقي إدارة عندها الشعار ها الجودة أهم شيء. بتلاقي إدارة عندها إرضاء الزبون customer satisfaction. فالتن at the top. إيش هي؟ المفترض أنها تكون الالتزام بالجودة والاستقلالية. إحنا نتحدث عن quality of our report, quality of the auditor report, relevant ethical requirement. ورح نجي على واحد واحد الآن. المتطلبات الأخلاقية, acceptance and continuous, الاستمرار مع العملاء, الموارد البشرية, engagement, performance, أدائهم, المراقبة الأخلاقية. First اللي هي النقطة الأولى leadership responsibilities. Firm internal culture recognize that quality is essential. بتلاقي أن المفترض أن الشركة بالنسبة لها الجودة شيء أساسي. Performance engagement and recognize that need to perform the work that complies with the professional standard and regulatory and legal requirement. عند التزام بالجوانب الأخلاقية, إنجاز العمل, الالتزام بالمعايير المهنية. هذه شعار الإدارة. For example, assign management responsibilities. So commercial consideration don't overdo over the quality of the work. عندنا معايير تجارية, عندنا أو اعتبارات تجارية, نريد نربح, نريد نكسب, لكن ما تجي على جودة العمل. هذه واحدة من الشعارات. Irrelevant ethical requirement. جوانب الأخلاقية, متطلبات الأخلاقية. Firm and its personal comply with relevant ethical. تلتزم الشركة بالمعايير الأخلاقية, بمعيار شرف. Example, at least annually the firm should obtain written confirmation of compliance with its independence policies.
على الأقل سنويا يكون عندها شهادة استقلال، إثبات استقلالية أو سياساتها مستقلة، إجراءاتها مستقلة. إحنا قلنا مهم جدا الاستقلالية بالنسبة للمراجع. Firm will undertake to continue relation and engagement. أيضا الاستمرارية مع العميل، المفترض أن نستمر مع العميل في حالة أن ما عندنا أي مشكلة مع الكلاينت انتجريتي، سلامة الإدارة، أمانتها، ما عندي مشكلة أن الإدارة من النوع اللي يتهرب يتلاعب. إذا ثبتت هذه في مواضيع أخرى. It is competent to perform the engagement و ملتزمة بإنجاز الاتفاقية. Can comply with legal and ethical requirement، وأيضا ملتزمة بالجوانب الأخلاقية والقانونية بالنسبة للعميل، فما عندي مشكلة في الاستمرارية. إذا انعكس شيء منهم ممكن نتحدث عن الان continuous. My example عليه for example background information is gathered on all prospective audit clients. كل العملاء للتدريب المحتملين ممكن أبحث عنهم including the attitude of principal owners، توجهات الملاك، مين هم، عليهم شي قضايا سابقة في التزوير، في تلاعب، في مشاكل بسمعة الشركة. هذه تخلي جوانب أخلاقية أن أرفض مثلا التعامل مع نوع الشركات. الـ human resource as well. We need a human resource to achieve all our work. Firm has personal with capabilities, competence and commitment to the ethical principle. عندهم الأشخاص، عندهم الكادر المؤهل لإنجاز الأعمال بالمعايير، perform engagement in accordance with professional standard. ورح نجي على الستاندرد وأنواعها، المعايير المهنية يلتزموا بها. Enable the firm to issue report that are appropriate in circumstances. عند الشركة الأشخاص المؤهلين لإصدار هذه التقارير والتزامهم إلى آخره. Design effective recruitment process، عندها سياسة توظيف أو حيث أنها تختار الأشخاص اللي هم أهلهم اشتراطات. وقلنا في جانب أيضا هذا أنه عنده خبرة وعنده شهادات، الحد الأدنى اللي ممكن أقبله لتعيين الأشخاص. الانجيجمنت بيرفورمانس، ادانا اداء الاتفاقيات. فيرمز انجيجمنتس ار كونسيستنتلي بيرفورمد ان اكوردنس وذ بروفيشنال ستاندرد، دائما يصير انجاز كل الاتفاقيات وفق للمعايير المهنيه. اند ريجولاري اند ليجال ريكويرمنت، واي متطلبات قانونيه او تنظيميه او غيرها. اند بروسيجر ادريسنج ذا انجيجمنت بيرفورمانس، هذه قلنا جزء من عملنا ان نراجع الاتفاقيات اللي صارت مع العملاء، هل انجزت بشكل كامل، هل فيها السوبرفيجن ريسبونسبيلتيز، مسؤوليات الاشراف والمشرفين عن العمل، ريفيو ريسبونسبيلتيز، وايضا مراجعتها ممكن اعدل في الاشخاص وتوظيفهم او assigning the professional people to the difficult issue of audit. ممكن نعطي مسؤوليات الأعلى للأشخاص اللي عندهم مندرة أعلى أو اللي هم السينيورز، الأشياء البسيطة أعطيها للأشخاص المدربين. فاينالي ده مونيتورينج، وبالأخير لابد أن يكون أي عمل عندي لازم أعمله مونيتورينج، مراقبة. Firms policies and procedures established for each of the elements are suitable, designed and effectively applied. أراقب أو أريد تقارير أن كل سياسات الشركة، كل إجراءاتها are applied effectively، مطبقة بشكل فعال. فعندي الورك بيبر والريبورتس عن كلاينت فاينانشال ستيتمنت، التقارير، أوراق العمل، الدوائر المالية مع العملاء، ريفيو تو اسيست كومبلينس، رجع بشكل صحيح، محفوظة بشكل صحيح، آمن، ما فيش ضياع لها، جوانب كلها أخلاقية. فاينالي ذا انترناشونال، الآي اف ار اس حدثنا كثير عنها هذه، بس من هو الاي اف ار اس؟ انترناشونال فاينانشال ريبورتنج ستاندرد، معايير التقارير الماليه الدوليه طبعا اللي هي مطبقه في عمان هنا. ديفلوبد باي انترناشونال اكاونتنج ستاندرد بورد، من مجلس معايير المحاسبه الدوليه، هو اللي بيصدرها الايس، هو اللي بيصدر الاي اف ار اس. دي ستاندرد از ويل اكسبتد باي ذا الاس اي اس او اس اي سي،
سيكيورتيز اكسشينج كوميتي، هيئه الاوراق الماليه في امريكا، بتبقى المعايير اي الشركات اللي قوائمها معده للاي اف ار اس ممكن ايضا تعرض في هيئه الاوراق الماليه في امريكا. المفترض ان وفق المعايير الامريكيه اللي هي الجاب جنرال اكسبتد اكاونت برنسبل، لكن ايضا يقبلون الاي اف ار اس تو ايشيو ذير سيكيورتيز في الاسواق الامريكيه. هذا تقريبا الشابتر، نهايه الشابتر الثاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.